أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قول أنتم أحسن خير شرفت لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن وعلي لكم سود وهذه ما أنت 10 كلا يدوي إلى أيدي. خير إن شاء الله ما أنت حكى لنا تفسير كمدة تفسير هذا القرآن كما ركتي. علم بدني كهلين ما ركتي علماء بدن اسمه خلافين معناها سلوية هي أيضا أصبح تساب سيهين نبي الله سليمان عليه السلام. سليمان عربيان وصوماليا نبي الله سليمان عليه السلام وحدوكتين معناها فلكن سليمان أين ويتها صوماليا أين ويتها وحدوكتين نبي سليمان عليه السلام مركو دي تكدي اي دي ان ايتاي معناها جنكي والنبي ان وش غين هي لو سخري ماشي كو جري اي وحل بو سبن جري ما يسن او ما يسن مركي بو غانين او ما يسن كو ورقبين يريد النبي الا ابور اما وحساس او كلي اي عنان وش النبي كو تيرسنا او كدي نساس ماركتي سي تفسير كو ياوي ساسن ماركتي نبي كود عي سيد معنا وعيد تام علماء خصيصا وحن ما أنت تسويا إن روانتي عيدها ضدكو أي سخالة لو فهمين علماء بدنا أي سخالة لو فصيتي إن كيجا نبي سليمان عليه السلام فصيرات دا عيده هنا يا أنت جريد النبي من عليه السلام وحيكو جرتا إسلا عيدها هاس وحال الشيخين جنكو أي نبي سليمان عليه السلام سبعين جرين كو محراب محراب يوسف بن جرير محراب واتغانان و نبي عليه السلام نبي سكريا وكلا والله نور شيء يسوى محراب جوايا ملائكة وبشاريسي إن إلهي وبشاريني ويل سي ويلو دلون دوانا معناه بريد النبي يحيي مركب محرابكو وماشو حالي رمساجكي بيت القدس والنبي قال سكت بجري او مالي راس الرئيس هاي او ما ركتي خلا وينجري ويلا يتعاد بجري سبحانه وتعالى فلقا تاسواتا وحاجة لو محراب علمات كشيغان انو يهي لسمو سيدا لسمها ما ركتي بغرض وكالي لسمها تاج كوكالي ميلها سرسرعي ما ركتي دوم كا هذا اللغة الانجريز كالويرة هذو ايه سرعيسة ايه ما ركتي بيلدين كا معناها بيلدينغ دوش الله صارو دوم كو كلمه وحي دهان كو وحا كلا دوغتين ان جينكو اي ماركتي ان اسمين جيرين ان تالوين اما تالو اف سومالي وات انا سوماها ال معناها تالو دي تالو وحاسا لغا ديساي وحي تهايبا معناها اوغادا تالو ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بيعيد ومدوه رتال ولو سيبين جري أصيح شيء نبي صلى الله عليه وسلم كذب على من وعيدين سلام في مركز صوب حالي تعالى العربي جوحة لإرادة التماثيل آيات أنا بحكو قرن تماثيل إنجريز كان هو استاتشو معناه سوى حقرتين مع وحكو لو سيبين جرين وحكو لو سيبين جرين ديري بيو سيبين جرين سيدي بيحدين وكلا waxaa kale oo sameen jireen maaragtay digsiyo waaweyn oo dhulka ku sameysan digsiyo kolka jinka loo khafiifiyey nabi sulaymaan ay u shaqayn jiray macnaha markii ogaadeen geeridiisa kadib maxaa dhacay okay marka waxaan maanta idin doonaa insha Allah taala maadaama ay jinku talooyin sameen jireen jinkana waa Allah subhanahu wa ta'ala والصخيري إنه يشغيان وحقيقين أدون النقضان وأمر جرين النبي سليمان عليه السلام أي إنه يسمين جرين تعلوين سيدا درتين ماليه أي جنك كشغين جرين وحي سمين تعلو تعلو دي أيا وحالو ودقي نبي سليمان وفردية وقول الله يستا سو حقرتين ما مركا إريغن تعلو سورة سورة الوجرة وأن تصدر دولة إلى سورة سبع وهي كل كم معناها ماشي واحد في الدقيق أمركم بنتكدي بواحد السنة ضاع
وأي واحد أوغاتان أبوركو أما عيان كلا وشعون هيا وحي قادن إسا بلو أما سندو إنت وحي عسكنا أي كد عيان سو حقرتين ما معناها وح ما ها إن أفرنا إذا ما عاو كلا إنتو أبوركونا بريو برد عيو مدبير بي قادن إن إنتو عنا يوحي دمي مركا أنا تفسير أنا وحنو قاعدة تفسيرات الصورة ده وأنا أركض وأنا كتاب قنجري ده وأنا كمبيوتر قنجري إن شاء الله وحوي وحماش كده اسمها إيه تعلظة إيه وحماش كده اسمها يا وش عسكنا وحي هاي تعلق كم إذا تعلقين كي أي جنكو وسمي النبي سليمان أو هي قال لو لو سري أو تاج كي النبي سليمان أو معناها ماشي كرسي كيسي وقرطوي ده هو كلا لو كيسي كفر ديا iyaguna meel bay ku xirxiraayeen taaladaasayna daawanayeen ilaa taaladii markay cuntay aboorkii ushii markuu cunay ay taaladii dhacday halka wala fahanteen baan umaray waayo logic ma aha nabi suleyman calayhi salaam rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam akhyaare wuxuu noo sheegay inuu lahaa ugu yaraan 70 dumar ah sidaa darteed caruur badan buu nabigaas dhalay kolka macnaha waxaan u arkaa macnaha وحتى قفكو هاي اللي يراه النبي جا معناه أساس وكلا وايد أنا وين توس دور الله وقرن مركي وسليمان دنتي أي أركان وواحد ليه دورا معناها مركي أي دعضي وهذا ده ويا واحد دع دورا قلفتي أما بقى أما جركي نبي سليمان عليه السلام معها مركا ما يدعي كرتها واللوجيك متاعي النبي نبي سليمان ويا عليه السلام معناها in dadkiisi ku iloobaan markuu dhintay kadib bilo iyo sannado inuu qoloftiisii kursiga iska kor fadhiyo caqli ma aha xusuusta ambiyada iyo sida shareecadeena islaamka tahayba qofku markuu dhinto wakhti yar gudaheed baa lagu aasaa haddayna saacada ahayn subax garateen maaha kolka reer badan buu lahaa awlaad badan buu lahaa dubar badan buu lahaa nimanimada kasakoona boqor buu ahaa waddan deeshinna buu xukumay marka see lagu ogaan waayey macnaha taaladaasi inta macnaha ushii ay ku tiirsanayd intuu abuurku cunayo intuu soo dhacayso waa bilo haddayna sannad ahayn kolka waxaan tusi doonaa maanta tafsiirka in ruuxaanti uu yahay waxa ma aragtay soo dhacay in haddii ilaahay idin ruux yahay uusan ahayn baadhigii ama jirkii nebi suleymaan ee uu yahay akhyaaray taalada taalada loo ogeysiiyey nebi suleymaan calayhi salaam oo ah waxa ay fiirsanayeen jinku soo ma aragtaan آيات كلا وكتبت عدينا معنا عدا على دو كتبت الله وحنا تصل سبحانه وتعالى جنكو ينسى علم غيب كوجي وايد ضد ظن هو نفارياشي وحاس جنكو وحكدك تاني إنه مارك علم غيب كوجي هو حقرصون كوجي مارك هو حق أنا ويت هاي والله إنه تصل يجين جد جنكو سنة والله وضد بلادهم كلية هاي ضد كون هاي سخالة روح أو فصل تير وأنا شرف روحانتي إن كل كا وحضرك دونت معناها إن هذا نركب الكعري وحصل دعي ويهي تعالى وفكر كي يعني أنا عدي مرة دين توس دونا هدول إلى هذا كل كوا 10 بير إن شاء الله الله تغاتو تدب إلى هذا ما أعرف تي فيديو بشيخ هو طبعا دقيقة كان يجي ما أعرف تي 10 مينت فيري سبحان الله وحبر شو 10 مينت لقوا دي كارو فوكس نيوز بقى على عين جالنا كان نيوز كي قال يجي حجر كأمريكا يا واحد يقع يا واحد يسمع جري واحد إلى هذا 80 second news 80 second news سو ما أعرف تان 80 second news ميد يلان ما وهل دقيقة لواتن second ميد أدو هو رب كتا ما يا هداد وحبر شو دوني سو وين وقت قبل هذا دي أنا قول سيدي معقولة إن شاء الله يعني سكت يدينا كلك وحن يلينا فسر كم بدو يلينا وير ديره ولا كوا علمي يا عيدا أنا وقلي يا خيار الماركتي ماركتي كتاب كتفسير ك ابن كثير أيها دولة هيرادو عن ماركتي كسوقاتي kolka casharkii baan gelaynaa waxa kadib insha allahu tacaala kombyuutarkiina geeyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka insha allah wa khiyaaray ma haddana tafsiirka ayaan gelaynaa haduu ilaahay yiraahdo macnaha tafsiirkayguna anigu tafsiirada qur-aanka nooc ka tafsiir aan u jeclay waxa weeye tafsiirka maaragtay ibn kasiir oo maaragtay maaragtay dadka culimada iyo dadka tafsiirka maaragtay barta kulli ay uu yahay kay ugu jecel yihiin islamarkaana loogu akhris badan yahay aniguna macnaha tafsiirka anigu jeclay ahaa anaa waayo sheekhan sheekh xikmad badan buu ahaa
تفسيرك زين وحقوق فرديه تفسير ردي هوري يا علماء دي هوري يا معركه اصحابته هاسد عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومعركتي نبي علمي قد عيسان ان بدن يكم غشين كل ان شاء الله تعالى بل وحن فيرين وحي كتبتها سيكا قورين عرينتا هي صورة دي وحن كبل الله بينا هدو لها يرى هدو مركا ان شاء الله تعالى وحن كبل الله بينا آيات تبناد صورة أفريو صدنا هذه صورة سبع الله يحيي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا الله يحيي ولقد حقيقة آتينا وحن سيني داود نبي داود منا حقنا فضلا ديرات بان سيني فضلي وين إيضاو اللي ويري بوره يا جبال بورو أوي أصو النقضة والله تسبيح صدى معه داود لجركيسة والله تسبيح صدى إيه والضير شبرها بوره يشبره أيها وحلو أمره إن هي لا تسبيح صدان ومارك تيوسو نغضان نبي داود حقيسة الله نوحي سبحانه وتعالى وحكى له مارك تي يعني لو دبيري وهدول هيدين رويهي لو جلعيي إنه برتا قعنتي سكوغ اللوعيو والنبي داود وحوي واكي برتا سيدا بغلادي عمور كل لون جري الود قال من جري أرمر إنجليز كل جاه هو حاصل لنا أيوة عند سكوس من جري سن سيس كعد ماركتي أنا أيضا موجنا يعني إسلام أركانا إنه صص الله هدي الله سبحانه وتعالى هو ماركتي وش شيء أو لو أمره على داود وحليري أنا أعمل بالي السماء سابقات دررك سمي وغدير عبرك في سرد ان اسكحرك يو سلسلة عبرك هذا معناها سلسلة دو سيسكو حرمان انت ود حيس عبرك جينك وحلو عربد مارك عبرك ود حي يوحي ود اسكحرك وده قدر بالي والسمي الله نوحي سبحانه وتعالى وعملوا صالحا انت اكدبنا وحالي عمل وناكسن وخيرا السمعية عن النبي داودية الكيسيو الله يحيي سبحانه وتعالى إني بما تعملون بصير الله يحيي إني أنا بما تعملون وحد سمعين إنسان بصير وأنا أركع إن مركا وحن قال إن النبي سليمان مركا أيدي كصاب سنة سجنة الله يحيي سبحانه وتعالى ولسليمان الريح نبي سليمان وحوصه بناضي والله سجن الله صغير معناها الريح حوصنا على الدبيشة قدوها سفر كيد الصبحي كل هذا الصبحي وحيا هيد شهر بالبيهيد ورواحها صون قشد هيدو أما ماركتي عرابه هيدو صون وقلبتي صون قشد هيدو وحيا هيد شهر كلك إن هل كان إن شاء الله تفسيرك أيام فيرنا كتاب كسان الدين شيقي تفسير كان هذا مارك هي هركيني هرتيني يلا وابن كثير ويان سقو اونلاين فيرشينغ هاي نسب عليا قولك ان شاء الله واكن اذا وان صورقني مركا ولي سليمان نبي سليمان سقنا وحا معناها اللي وجل عيي ساندين شيغي دبيشة سو صفر كيد وها صبحي يا قلبتي محايا هيد مركا هيد هاني دبيشة معناها ان ماركتي سفر كيد وها ان ماركتي ان الريح دبيشو ان غدوها سفر كيد الصبحي وها شهر بل يو رواحها شهر وحويا ان سيد علماء الشيخان معناها نبي سليمان عليه السلام وحولها كاربد اي دبيشه سوضو سيد درتيد وهذا تفسير كان شيء هي دو ان عبد الله بن عباس علماء دي وري معناها ان وحو ها معناها ماشي باللي قلت تغيي باللي لو سو نقني هل مالين اي كنت تغيسي اسلام كان اي كو سو نقنيسي سو حغرتين ما ماشي اللي قلت تغيي قلب اي كو سو نقنيسي كلكا ان معناها
feybarka alle u sameeyey subxaana wa tacaala nebi daawuud iyo wiilkiisa macnaha waxay ahayd naxariis alle xaggiisa uga timid. Marka waa kan, marka waxaa la yidhi kaarbadkii u maaragtay ay dabayshaas waday waxay ahayd meeshii lagu tegi jiray one way, iyadoo hal mar bay ku tegi jirtay geesla galabtina kusoo noqon jirtay. Alxasan albasrina wuxuu yidhi Dimisq buu ka bixi jiray subaxii, kadibna waxa uu maaragtay u tegi jiray meel la yidhaahdo istakhaar, waa beershii ku taalay. Kadibna halkaa markuu cunto ku cuno kadibna wuu ka duuli jiray isagoo maaragtay sijaayadii saarada, dabayshii baa waday ogaada, ilaah baa u sakhiray subxaana wa tacaala. Kadibna wuu ka tegi jiray, kadibna adigu wakaas macnaha marka Dimashqi meeshaas oo loo kala socon jiray bilal dheeraada, nabigaas calayhi salaam waxa uu ku tegi jiray waxaan dhammayn hal maalin maadaama safarkaasi dheeraa. Kadib Fariid, marka taasay ahayd. Allana wuxuu yidhi subxaana wa tacaala isagoo sii wata, waxaan kaloon uga dhignay waasalnaa, waxaan uga dhignay mid qulqulaysa lahu isaga cayna alqidiri, maar qulqulaysa, maartiina waa loo jilciyey oo maaragtay sida aabihii Daawuud ba calayhi salaam loogu jilciyey birta xadiidka, ayaa isagana qidiri ama maarta oo qulqulaysa macnaha shubkeeda dhalaalinteeda, ayaa isagana maaragtay duulahadii rooya loo jilciyey. Waxaa kaloo loo sakhiray wa min aljinni, jinkii baa loo sakhiray, waa nabi Suleyman calayhi salaam. Jinkaasoo man yacmalu bayna yadayhi biidni rabbihi, jinkaasoo ku shaqayn jiray, jinkaasi waxa uu ku shaqayn jiray maaragtay hadduu ilaahay roo yahay hortiisa ayaa ay ku shaqayn jireen, iyadoo ay ku shaqaynayaan idinka ilaahay iyo ilaahay oo u sakhiray subxaana wa tacaala. Soo waxa garateen maaha, waatan marka muhiimaddu, waatan marka jinku nebiga hortiisa ayay ku shaqayn jireen calayhi salaam, maaragtay meeshuu fadhiyey horteeda ayaa ay ku shaqayn jireen. Soo waxa garateen maaha, way noo soo socotaan waxay u sameyn jireen macnaha shaqadaas noocay ahay. Kadib waman yasiq, qofkii jebiye macnaha ee ka hor yimaada ee caasi garooba ee macnaha amarkii nebi Suleyman hadda boqorna u ahay ogaada caasiya minhum, oo jinkaa ka mida an amrina amarka naga caasiya, nuduqihi waxaa dhadhansiin doonaa min cadaabin saciir, cadaabkii gubashada naar kulul ayaanu cadaabaynaa weeyaan. Kadib marka jinkaasi maxaa ay nebi maaragtay nebi Suleyman u sabayn jiray, alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala yacmaluuna lahu, waxay ugu shaqayn jireen isaga oo u sameyn jireen maa yashaa, wax alla wuxuu doono ayay u sameyn jireen oo u dhisi jireen nebigaas, macnaha waa ugu shaqaysan jiray jinka, waana loo sakhiray, isla markaana waa uu xukumay. Waxaasna waxaa ka mid ah milal maxaariibi bay u sameyn jireen, mixraabyo ayay u sameyn jireen, waxay kale u sameyn jireen watamaathiil, taallooyin bay u sameyn jireen, waxay kale u sameyn jireen baaquliyo waaweyn oo sidii disti oo kale ayay u sameyn jireen, oo isla markaana kal jawaabi sidii maaragtay biyo xireen ama haro weyn oo kale ah, kal jawaabi haro weyn oo biyo oo kale ah, saas oo kale macnaha saa u waaweyn bay u sameyn jireen. Waxaa kale u sameyn jireen oo nebiga u sameyn jireen waqduurin iyo distiyada wax lagu kariyo oo macnaha sidii maar oo kale waa kuwa waaweyn hadda, kuwaasoo raasiyaatin dhulka ku samaysan, dhulkay ku samaysnaayeen macnaha, oo dhulka lagu sameeyey waa distiya aad u waaweyn, waana distiya aan la qaadi karin kuwani. Soo waxa garateen maaha, soo ma aragtaan oo dhulka ku samaysan. Marka waxay u sameyn jireen macnaha milal maxaarib bay u sameyn jireen, mixraab dhismayaalba, halkan culimmadu tafsiirka waan geli doona, dhismayaal bay u sameyn jireen, waxay u sameyn jireen watamaathiil iyo taallooyin, waxa kale u sameyn jireen wajifaanin kaljawaabi iyo hadduu ilaahay idiin roo yahay distiyo ama qaab saxan oo kale ah, oo waxyaabaha waaweyn wax lagu kariyaa, oo sidii biyo xireen weyn oo kale ah, macnaha wax waaweyn bay u sameyn jireen. Kolley dee ilaahay baa cilmiga naga garan, cidda lagu quudin jiray, cuntada lagu kariyo ilaahay baa og. Iyo waxay kale u sameyn jireen waqduuru raasiyaatin, iyo iyagana weel waaweyn ama sidii disti oo kale wax lagu kariyo oo dhulka ku samaysan. Marka
كدبنا الله سبحانه وتعالى وحو كيري اعملوا آل داود قويسكي داود سمية أو معناها سمية شكرا معناها الله وحوله سبحانه وتعالى يقول مهد عليا ويقول شكري يعني قال لنا وحوله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور قال لنا وحوله سبحانه وتعالى إن يرى ضوما ذي كم إذا أيها يقول مهد عليا معناها وغير ما هذا مركة نفسر كأين نتقنا مركة ماركتي وأصلنا له عين القدري وحويه وحليل وحويه قدر معناها وحويه وساند الشيقي ومارتي مارتي قلقليسا أو عين القدري معناها مارتي قلقليسا قلقليسا أي لو دبيري أو لو سمي وي معناها إيدي فريد مركب وحارة علماء دوري وحي كيري هذين أيضا ابن عباس الله كرر لي نقضي إيه مجاهد إيو إكريمة إيو عطا الخراساني إيو قتادح إيو ماركتي السودي مالك فروم سيد بن أسلام عبد الرحمن بن سيد بن أسلام إيو كوكالي وحا يراهدين غتر معنيه وحويه ومارتا دالاشن إيو قلقلي سويان وحين يراهدين وحين كنت لي ان مارتا يدستي دا واويني يمن بي كنت لي يرادين وعلمدا معناها تفسير كايري مركا وحا صدنا وحا لو كان جري نبي سليمان عليه السلام ومن الجن ما يعمل بين يديه باذن ربه ان جنكا يدنا وحا لا فسير هيا كو شقين جري يغو هر جوغا نبي سليمان هرتيسا وانا دي سو ودا معناها ان تالدي هي لوبينا تاني وحي يراهدين جنكو وحي كشغين جيرين إساقه هرتيسا أمر كإلهي بينا كشغين جيرين جنكنا ماركتي سبجكتا لغا ديغي أو والو عبيدي أو ساسو كحكومي جيري أمر كإلهي مركا معناها ساسي هيدو لو كشكريا ليلي مركا تنو حويا ماركتي نبي داود رسولك وحيري صلى الله عليه وسلم إن حب صلاتي إلى الله تعالى صلاة داود صلاة دا إلهي اكتسل لوجع عليه وحوي صلاة دي النبي داود رسولك وحيري صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل وحوها مد سيحدة هبينكي بركي أم نسكي ويقوم الثلثه هبينكي صدح دلول وصدح مارك صدح دلول واو تاقنانجري عباده تاقنانجري وينام سدسه لحميلادنا واوسي حنجري كدب انت وقت يروي يعني نبي صلى الله عليه وسلم وحكول يري وحب الصيام الى الله تعالى صونك اله اكس لو وجع لي انا وحوي صيام داوود وصونك نبي داوود رسولك سو سي ودو يري صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد انه وشكينا يا معناها اهل داوود يري كان يصوم يوما وحو هامد صوم مالين ويفطر يوما مالين كلنا وافر جري معناها مالنا وسوم جري مالن كلنا ووافر جري ولا يفر إذا ألقى ولا يفر إذا ألقى ولقينا النبي داود عليه السلام دقال كما عررين قبل قد دقال الله ولقي دبر كيس مولو جيد الأوقات أن الإسلام كان دمبيد وابون بكتب إن لقى عرر قولك إن معناها إن شاء الله تعالى مركا آيدي إن مارك تفسر كا ينو تدينا دولة إيرا هذو الله وحير سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت مركا كحكمني ونكسور ابني جيردي نبي سليمان عليه والنبي سليمان ويهم النبي سليمان عليه الموت جيردي مركا كسور ابني أو بنتي ما دلهم على موته ما دلهم على موته وح أويسيي وماركتي وح تص تصالة وإنو بنتي معناها كما يورغ من جنكو معناها نبي جي إنو بنتي يعين كلي ما يسن أوين مركو بنتي كدي معناها جنكي وش غين جري وحويا معناها ما يسن كور قبين ما يسن أوين وح وش غير مجرتو تصالة الميهل وحب الميهل غير ديسا
سيدكو وهذا مركا جيري ديسا إلا دابة الأرض إلا أي ماركت دابة الأرض معنا دابة الأرض هل كان علماء واحد كل شيء إنه هي تيرمايد أما وحال يقادو ماركت هي يعني أبور كان بصومالي نرانو إلا دابة الأرض أما يعني حشرات صاصو كلام معنا دابة الأرض تأكل من سأته كواسو دابة سعونيسي أما أبور كان سعوني وشيسي مركب يعني و دابدي عنتك كدب أيه وقادين النبي قد انتي سمع قال الله سبحانه وتعالى فلما خر مركو مركي ديري مركا عربي لينجويستها ماشي مركا اي فايدة كو جري تقف كل لغة دي غانو حوي وطن وكلي فلما باليري وقتي ومعناها خر اوكي خر وحوي خر سليمان هلك لمدهن خره لمدهن خر باليري مركي ودعي أما أي دعي محا دعي مركب أنا وحنا مثلا هي وحا دعي تماثيل تهلا دي بعد دعي مركي دعي بليلي مركي أي دعي مركي ودعي معناها وحي وش كتير سنة أو وشي لأن ما دام وشي أباركي عني يودعي صوم مركز جنكي وقادين تبينا مركز كدب وعداتي الجن جنكي أن لو كانوا يعملون الغيب إن هدي يوبان لها علم غيب كي يوحى غرصون ما لبثوا في العذاب المهين ما يسنكو جرين وما يسنكو سقنادين عذاب كي حنو كفتنا عذاب كي ماركتي أدون سيغاها أي هو جني صباح قرتين ماها مركا أن علماء دي كلمة مركا وحي راهدين فيري وحي راهدين إلهي سبحانه وتعالى النور شيئا نبي سليمان مركو ودنتي نحريس نبي قليل فركي ساعاتي إن جريد سي لغا غريي جنكي إن لغا غريي أو إساق أو معناها إساق سبجو قيت دوها أما كوا اللو عبيدي أو أدون أو كلا أو شقيا أها أو إنو سليمان كان شقين جي سمين جري شقا أدك إن أي مارك تي أي سمو حبك أوغين أي كدب أوغادين كدب مركي وشي وكتير سنة أي دعلي مركا أن ماش مركا علماء بدني كهذا الشيء واتر مركا وشي وكتير سنة مركي أبورك يعني أي أي أوجادين وسيلة عيد نوش يكتم عنها عيد نسكة دي عادي كم بين نوش يعني هل كان تفسير كم بين يعني ابن عباس وعيري رضي الله عنه مجاهد يو الحسن قتادة يو كوكل أبو حيرهدين أن معناها ساسوها وقت دير nearly a year سو ما ركتان أنا سنة كدواد أيو كرسي فدي وي معناها وكتير سنة كرسي عرشي جيسي كرسي جيسي كرسي فدي بغرطو يدها هل سنة كدواد كدم لكن مركي وحي رادين كريجي الفرام إيرتي مركي سيش دابة الأرض معناها أما أبور كساس وكلا أو ما ركتي وحي رادين سيدي معناها درحي وكلا إلا كل لك أبور بوانناي وعنوبي رادين وشي سي أي وشي وحي نقطي ضعيف كدبنا وايد عضي كدبنا إن ماركتي كدبنا واي وعطاتي جنكي إن نبي سليمان دنتي إي هدي أي ماركتي أي أن وقال لها إن علم غيب كما يسجرين عذاب كاس معناها من أوغا سانا دين شيغي أيضا نفتي إذا معناه إذا أيضا لو كنت توحوي بلادنا قال له شيء معناه كون دي جنكا من سنه وحي فالكي وحسين جنك وح المقايب يعني اوغين وح كلنا يعني اوغين امرك الهي كليل كلك ان علماء دي اني هوري معناها وغاد عبد ابن عباس وكاي وعلماء واوين اسلام دين تفسرت وقت النبي قال الله صلى الله عليه وسلم اصحابنا اما انت وحي ودي يراهدين معناها النبي وشي كثير سنه والنبي سليمان وشي كثير سنه مركي يا مركو انت كدي وساسه مركا ان ماشي مركا انا وان معناها هدول هدين رؤية هاي أن كهلا يا واتن مركا وحوي أن سورة قل معناها مطه هاي النبي عليه السلام نبي سليمان مركو بنت كذب أي أن مارك تي جريد يسي تالا معناها كرسي وكفر دي أي عدي أغان كرويدو أو مارك تي عدي أغان ويدو أو سيدان وكدنتو اوكي ايضا عندما صعنا معناها واكن وحوي وتالضا تالضا محال لوك يعني محال لو صودري
تعالى معناها محل لو صو محل معناها لو صو دري آيات القرآن كا وحيابه جنك وسبعين جرين هل كان وحوي وآيات كلي راهدو آيات المتشابهات سو حجرتين معها معناها دون معناها أنا سألتها وحوي وتماثيل وتالوين كاس وحيابه ديس جرين ومحراب كايسان دين شيء كتستيدا وويني والمارك دي باقولي دا وويني وحاصو دن تعالى دون قيب كمي دهدي كلك أنا وحنو أركا إن نبي سليمان عليه السلام وجنكي حالدي kadibna uu taalo sameeyey isagoo kale ah kursigiisii boqortooyadii meel uu egna ma aragtay la fariisiyey taaladiina ushiina loo dhiibay kadibna ay jinku taalada horteeda ka shaqaynayeen oo saa ay moodi jireen inay moodiyeen in nabi suleymaan oo runi uu ma aragtay taalada kor fadhiyo uu isagii yahay macnaha waayo haddii macnaha macnaha culimmadii tafsiirka ay bartay kulli markaan aad baan ugala dooday arrintan macnaha suuragal ma aha in nabi ilaahay sanad ku dhawaad uu meydkiisu ciidna daneyn weydo oo maaragtay meel uu maaragtay saas oo kale de ilaahay cilmiga nagu og hase yeeshee aniga wax aqli gala macnaha ila maaha macnaha marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay in jinkani ay nabiga taallo inuu samayn jireen saadiina carabaabay dhowr jeero hore kolka taalladii nabiga ayaa meesha fadhiday ayaa meesha taallay oo isaga u eg jinkana waa lagu xeeladeeyey waana lagu siray macnaha waxaana muujinaysaa boqortooyada ilaahay nabi suleymaan siiyey calayhi salaam inay ahayd boqortooyo cilmi iyo xikmad leh oo jinkiina ma aragtay lagu xeeladeeyey oo looga dhigay inuu nabi suleymaan meesha fadhiyo macnaha xeelad looga sameeyey suuragalla ma aha saan macnaha carabaaday in nebigu calayhi salaam hal sano ku dhowaad uu meydkiisii markuu dhintay kadib uu halka maarag iska yaal ilaa u soo dhaco reer buu lahaa wakaniisha rasuulullah maxamed nabi sal allah alay wasalam ugu yaraan 7 xaas buu lahaa boqor buu ahaa dhinaca kale nebinimada kasoo isagii aabihiiba 2 nebina waa ahaayeen 2 boqorna waa ahaayeen bani israiil bay u ahaayeen dad badan bay lahaayeen inta qur-aankan waa laynagu sheegay siduu nebigaas calayhi salaam nebi suleymaan macnaha biisii mashquul u ahaa oo haweeneydii bilqisa boqoradii arlusaba waa ku qaabilay waa kay muslimtay qasir ka mid qasiriyadiisi ay kusoo lugaysay oo maaragtay quraarad ahaa eriga quraarad kitaabka af soomaaliga qur-aanka ku jiran uu ku jiraa waxa waaye macnaha quraarad soomaali keliya dhalada tiraahda carabtan hadda macnaha eriga ma isticmaalaan marka waa ka quraaraddii ay ka xaydatay oo ay moodaysay maadaama biyo quraaradda miiska aan dhehe dhalada faloorka ah sagxadda maadaama ay quraarad ahay biyaha ka hoosay ay moodi meel bay fadhiyaan oo xaydatay adu saasoo kale macnaha nebigu wuxuu ahaa marti badan u timaado dee boqor buu ahaa wuxuuna ku jiray 4 boqor ee diyada xukuntay ayuu ku jiray kolka isu boqor saas ee saa mashquula suuragal ma aha khiyaaray inuu ma aragtay hal sano ku dhawaad meydkiisii meel cilaa iska yaallo kolka jinka waa la xeeladeeyey waxaa la tusay in laga caqli badan yahay in laga xikmad badan yahay taalla nebi suleymaan la sameeyey oo taajkii iyo wixii dhan huwan isla markaana kursigii boqorka nebi suleymaan ku fadhiyo meel weyn baa loo sameeyey iyaguna meeshay ku jireen oo ka shaqaynayeen kadib taaladaasay fiirsanayeen iyagoo moodayay nebi suleymaan iyaga uu hor fadhiyo xusuusta aayaddii hore jinku waxay ka shaqayn jireen in front of nebi suleymaan calayhi salaam nebi suleymaan hortiisa ayay ka shaqayn jireen haddana aayadda mar kale idin tuso haddana aayadda mar kale idin tuso macnaha waxa weeye nebiga hortiisa jinku ka shaqayn jireen iyagoo hor jooga waa kan ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه waxaana ka mid ah jinkaas oo ku shaqaynayay oo ka shaqaynayay nebiga hortiisa soo nebigu calayhi salaam macnaha isagoo daawanaya hortiisa ayay ku shaqayn jireen kadibna nebigu markuu uu iskaga tegay macnaha daniis kale isku qabsay laakiin taalla la sameeyey kulley malaha quraarad baa udhexaysay waxbaa udhexaysay taalla la sameeyey oo nebigii oo kale ah xusuustana diinta islaamka ka hor taalladu xaaraan ma ahayn ummadihii hore muslim gaalba waa isracaali jireen waa seexi jireen kadib taallaa loo sameeyey taalladiiba iyagu fiirsanayeen marka insha allahu tacaala aanu saas aan u fahmay hadduu ilaahay yiraahdo waxaana tusay in culimmadii waaweyneed dhammaantood ay macnaha yiraahdeen nebigii baa dhintay laakiin aniga nebigii baa dhintay oo kadib meydkiisii baa dhulka ku dhacay markii wishii ku tiirsanaa baa boorku cunay culimmo badan oo sheekh imran xuseen kamid yahay way ka sheegeen saan oo kale ay ka sheegeen hase yeeshee anigu waxaan u arkaa in taalla la sameeyey waayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi watamaathiila waxyaabaha jinku dhisi jiray waxaa kamid ah taallooyin kolka maadaama taalloyin dhisi jiray dee taalla loo sameeyey marka culimmadu dhan saasay tirin laakiin anigu hadduu ilaahay diin roon yahay macnaha
ساسان واركا وانا ارين معارك علوم بدن ان كل دودي هسي شيء ان معركتي وح كجواب اللي مهلي واي عقل جي كوب جي دادن بركل كعليو النبي ان الهي سبحانه وتعالى صدر شرف لها اسلام مركا بقرنا اها ان دي بقولال كنا ومدى دين ملايين هان حكومة ان مركو دنتي لبي توبنس بلود ام هل سنة وكو دوات جيريد سي اللي اسكده جتيرو وعدنا اوغان ويدو كولكا والله اعلم ان معناها سيارنت تاي ان لكن معناها هدو الى هاي دير هو هاي معناها انيغا ماركتي ساسي لبغتا مركا ان شاء الله ان هل كاسان كو دمايان ان هدو الى هاي رادو ماركتي معناها ساسي اني لايك تاي تالا لسميي والنبي هو والنبي غاب كيس اللي اسمي وهرتا اللي سان دين شرح جين كنا تاسي في رسنين وحصور دعي ابارك عمري وشي كتير سنين نبات على داس انت كل من دون خياري سيد عبد الرحمن ودلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.